والآن ندعو الدكتور عزت أبو عوف رئيس المهرجان إلى خشبة المسرح. Please welcome the president of the festival, Dr. عزت أبو عوف. سامحوني لو انا منفعل شوي بس لي ربنا يخليك. معالي الوزير دكتور محمد صابر عرب، ضيوفنا الاعزاء، زملائي وزميلاتي واحبائي وكل حاجه ليا في الدنيا، عيلتي التانيه، انا اسف مره تانيه بجد. عارفين احنا حضرنا مع بعض قبل كده 5 مرات بس يعني كانت النوبه دي لنا كلنا على ما اعتقد مؤثره بطريقه فظيعه. ما كنتش فاكر ابدا ان انا حاسس ان انا هنا تاني، لان كنت حاسس اني عمري ما هقف في حته بالطريقه دي تاني ابدا. انا اسف معلش. ربنا يخليك. ميرسي ميرسي. السينما ليست مجرد وقتا للتسليه ابدا، ولكنها ثوره، ثوره على كل ما هو قبيح في تلك الحياه. عندما اخرج عبقري السينما الروسيه سيرجي ايزنشتاين فيلمه الرائع المدرعه بوتوكين سنه 1925، كان ميلادا لسينما واقعيه ثوريه ولثوره على واقع نريد تغييره للأفضل، ثورة من أجل الحب والحق والعدل والحياة. وفي أول ثورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد ثورة أول دورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد ثورة 25 يناير، نهدي تلك الدورة بكل ما تحتوي كلمة من معنى لروح شهدائنا الذين فقدوا حياتهم من أجل حياة. لروح شهداء مصر الذين فقدوا حياتهم من أجل حياتنا، كما نهديها أيضا لنجوم السينما المصرية الذين رحلوا عننا منذ الثورة حتى الآن، فرحلوا بأجسادهم لكن أعمالهم سوف تظل باقية مدى الدهر، ليثبتوا بأن الحياة هي السينما والسينما هي الحياة. شكرا سيداتي ومساتذتي.